السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت حابة أشارك رأيي. تفضلي. أنا اسمي منى وعايشة يعني تربيت في بريطانيا من شوية العربي متكسر بس إن شاء الله هحاول. تفضلي. فأنا تربيت في بريطانيا يعني من 2000 سنة 2000 ودخلت مدارس هناك واشتغلت ودخلت جامعة. فالنصيحة اللي أنا فعلا كنت عايزة أنصحها لإخوان المسلمين، أي حد عنده أطفال لازم تطلع، ما في حل. يعني أنا بكلمك يطلع. الحين والله العظيم ياسة أدور على تذاكر عشان أروح الصومال، مش حينفع. خلاص إحنا وصلنا مرحلة، يعني مثلا في بريطانيا كان ممكن نحافظ على ديننا، ممكن يعني تروح مثلا الشغل تقولهم لا أنا مسلم ما بحتفل بكريسمس، ما بحتفل بإيستر، ممكن تحافظ شوية على الحجاب بالمدرسة والشغل. لكن الحين وصلوا مرحلة، خصوصا في بريطانيا لما بدأوا يعلموا العيال سكس إدوكيشن الجنس، وأنا كمان يعني الفاحش. أيوة، من الأربع سنين وكمان عملت انترفيو مع ناس يعني إنجليزيين وهم نفسهم سحبوا عيالهم من المدارس. ناس إنجليز نفسهم مش رافضين جدا، يعني في كامبين كبير في إنجلند لحد يومنا هذا. أنا زوجي مسلم ألماني وإحنا عايشين مع أهله وأبوه غير مسلم ملحد. فأنا شفت يعني لما أنت تعيش في بيئتهم طيب، ومش حينفع مهما صار، عايز تحافظ على دينك ودين عيالك، إن أنت ما دام عايش معاهم وفي بلدهم انسى، مستحيل. أنا بقول من حد تربيت هناك واشتغلت معاهم وتزوجت يعني في يعني منهم كمان، يعني الحمد لله زوجي أنا مسلم، ما حيصير. لو عايز عيالك مسلمين تطلع، ما في حل تاني. وصلت للنتيجة هذه أنت في النهاية؟ أنا وناس كثيرة، يعني عندي أصحاب كثيرة كلهم تربوا بريطانيا وعايشين 22 سنة، يعني تربينا فيها. فخلص لو الحين صار الوضع مش زي زمان، الأمور تعقدت وفي يعني تشددوا على الناس. فمعظم كثير صومالي، أنا أصل صومالي، فكثير من الصومالي شو سووا؟ هاجروا على مصر، تركيا وعلى الصومال. فالنساء رجعت بالعيال، راحوا مثلاً على البلدان هذه، والرجال بقت تشتغل وتصرف على أهاليها، على الزوجة والعيال هناك. يعني والله عن جد الحين إحنا في وضع صعب جداً، وخلص لو أنت ما تقدر تقول أنا حقعد في بلد غير إسلامي وحربي عيال مسلمين، انسى. أنا تربيت هناك، ولما كنت تين ايجر يعني كنت مراهقة، كان عندي أفكار يعني متلخبطة جدا. يعني تيجي البيت الأم تقول لك صلي وإيمانيات، تطلع برا تروح المدرسة ولا الجامعة ولا الشغل تشتغل معاهم، وبعدين تبدأ تسأل نفسك أسئلة عقائدية، ليش الإسلام بيحرم كذا، ليش مش عارفة إيش. فلو الأهل ما علموا عيالهم العقيدة الصحيحة والتوحيد وأصول الدين، الطفل هذا يعني حيكون من برا شبهك لكن من جوه مش مسلم، مش تبعك. هذا الطفل إنسان، معلش أنا أسف على الكلمة هذه، مش حيكون زيك. الله يعينك والله يا أختي وجزاكم الله خيرا. عندك نصيحة أخرى؟ يعني أنت خلاص عزمتي على خلاص الخروج؟ إن شاء الله إن شاء الله، مش حينفع. لا يعني وصلنا للكونكلوجن، للقرار الأخير، إنه لو عايز عيال مسلمين اطلع. يعني أنا أتذكر مرة خالتي يعني عيالها ولدتهم في بريطانيا، فسألت العيال قالت لهم أنا لما أموت شو هتعملوا لي؟ فطبعا إحنا يعني مستنين الطفل يقول أنا حدعي لك، يعني هعمل لك أعمال صالحة وكذا. لا، العيال تخيل شو قال الأمهم، قالوا لها ماما حنيجي نزور قبرك في السنة مرتين وحنجيب لك زهور. تخيل، هذه عيال مسلمة كتر خيرهم. في واحد كان يكلمني إنه واحد قريبه لما مات عياله كانوا في دول أوروبية قريبة منه، كان تقريبا في بلجيكا وهو في فرنسا، ما راحوا حتى دفنوه، يعني ما حضروا دفنته حتى، يعني وضاعت ذريته، يعني تفرقت ذريته في أوروبا
ومات وما وجد احد من ابنائه يدفنه، فبالك بالزياره يعني كتر خير دول يعني من بيروحوا يعني اذا صدقوا في هذا فهم يعني كذا حلوين يعني. صح، وعايزه اقول كذا نقطه يعني. مثلا لما الطفل يتربى مثلا في بلده ويبدا يشتغل، يعني خلص جامعه او كليه وبدا يشتغل، فمثلا حتيجي فتره الكريسماس هذه اصعب فتره، اللي هي كل زملائك حيقولوا لك ايوه هنعمل سيكريت سانتا، يعني طبعا الكل لازم يجيب هديه لبعض، فانت الوحيد اللي تكون تقول لهم لا انا معلش انا مش بحتفل انا مسلم، فبعدين بيقول لك يا عمي فكك منها، يعني هو سيكريت سانتا بس حتجيب هديه، يعني ليش انت تكون مختلف، الكل حيزن عليك. اوكي، فلو انت دينك مش قوي يعني انا عملتها الله يعافيني ويسامحني يعني، لان انا مش عايزه اكون مختلفه. طيب شجره الكريسماس يعني مثلا يقول اوكي في هدايا تحت الشجره وكذا، فانت هتعملها زي ايش من غير ما يعني تكون كبيره عندك. فهم علي؟ نعم فهمت عليكي. اوكي ايوه، فانا يعني ومع اني بصلي ومتدينه يعني مش متدينه قوي يعني من برا، لما انا كنت تين ايج يعني كنت يعني بالعشرينات بالغه بلغتي يعني مش مراد. فبس انت نفسك يعني كفايه انك يعني انت كفايه ان انت مسلمه لابسه حجاب لونك مختلف، كمان عايزه تكوني مختلفه عنهم بكل التفاصيل عشان تقولي انا مسلمه، انا مسلمه في كل حته. الانسان يشعر حينها بالضعف والدونيه قليلا يعني طبعا للاسف. ايوه يعني مثلا انا لما كنت بدات اصلي في الشغل كنت ادور غرفه اصلي فيها، فلو المديره سمحت لك كمان يعني تقولي اوكي حين الان وقت الشغل مش مسموح لك تصلي، فتقولي لا في بريك، فهذا اللي كويسين وهذا اللي محافظين على الصلاه اصلا. اوكي، ففي ناس كثيره يعني انا بعرفهم مش بيصلوا ولا ليهم دعوه بالكلام ده كله، فاللي عايز يكذب على نفسه. شوف لو العايز الاب والام، لو انت صريح مع نفسك وعايز تربي عيال مسلمين تطلع، ما في حل سوري يعني. أنا في بريطانيا عايشة في أكبر مدينة مسلمة بيرمنغهام، أكبر جالية مسلمة في أوروبا، وبقول لك مش حينفع، حتى هناك مش حينفع، البيئة حتكون أقوى منك. لو أنت عايز تربي عيال مسلمين هذا اختيارك. كمان في حاجة تانية يعني سألت بعض الأهالي، أنا عارفة معظمنا مهما صار ليش إحنا مش قادرين نطلع من الدول هاي، فلوس بس. I'm sorry، هذه هو الواقع، هنا بيعطونا فرص عمل. أيوة يعني مثلا في أهالي صوماليين لما موضوع sex education أجا، طبعا يعني أنا عملت لقاءات مع الأهالي وقلت لهم لازم نطلع ما ينفع والكلام ده كله، ففي أهالي شو إحنا مغلوبين على أمرنا، فقلت لي كذا أم قلت لها أنت كيف تقومين ابنك الصبح الساعة 6 الصبح الساعة 7 وتوديه بإيدك المدرسة عشان يدرسوه sex education؟ قلت لها يعني أنت مش خايفة من عذاب ربنا؟ قلت له شو أنت مستنية البركة في هذا الولد؟ أنت شو هي المستنية؟ فتقول لي منى شو أعمل، مدرسة الإسلامية غالية، طب أنا شو الحل؟ قلت لها أنت فكري مع نفسك، أنت تودين ابنك للتهلكة بإيدك. بس في نقطة مهمة عايزة ألفت نظرك ليها، حتى بدون التعليق إضافة المادة هذه مادة الفاحشة هذه، صدقيني المناهج هناك تخرج طفل أو طفلة أو بنت أو ولد يعني على الأقل يعني ممسوخين مش مسلمين حقيقيين حقيقة، يعني في إلحاد وفي مادية رهيبة موجودة في المناهج يعني حتى بدون هذه المادة، فما بالكم لما تكون هذه المادة موجودة. وبعدين أنت قلت جملة أنا عاوز أقف عندها، أنت قلت إن أنت في مدينة كبيرة فيها مجتمع إسلامي كبير ومع ذلك المجتمع أقوى منك أو الواقع صعب التربية في هذا يعني في هذا المجتمع. أنا هقول حاجة بس هي يعني الله سبحانه وتعالى يغفر لي إياها، ويعني بس هقولها علنا، مش دم أنا جت لي أفكار إني أطلع من الإسلام لما كنت 18-19 سنة، بجد والله بجد. ليش؟ لأنه يعني معظمنا اللي أهالينا مسلمين وتربينا مثلا وكبرنا في دول الغرب، الإسلام مش الأهالي مش بيربوا العقيدة الصح. طيب
لأنه الطفل في المدرسة حيجي البيت يأكل يشرب ويروح على مدرسة قرآنية، مدرسة يعني بعد الظهر يتعلم القرآن ويرجع، ما فيش الوقت الكافي إنه الأهالي يعلموا العيال الإسلام الصح إلا ما رحم ربي، فيه كتير أكيد. فلما أنت أوكي ابنك بيصلي وبيصوم وبيعمل الفرائض هاي، بس هل هو مقتنع فيها؟ ولما يطلع برا البيت بيكلموه عن، يشوف طبعا أصحابه مسيحيين أو ملحدين وكذا وفري وعايشين حياتهم، هو يجي البيت ماسكينه صلي صوم حجاب، يعني الفرائض اللي ممكن تكون شوية صعبة، وهو شايف برا في حرية، في كتير في وهذا يشجع على التمرد اللي تربوا. طبعا طبعا، خصوصا كمان لما الطفل يكون عنده 10 سنوات ولا 8 سنوات وعنده رقم Child Helpline، أوكي يعطوه الرقم هذا يقول لك لو حد عنفك أو كلمك في البيت بس اتصل علينا. أوه. يعني شو تتوقع من هذا الطفل؟ في أم بتقول لي في أم بتقول لي فعلا إنه ابنها مرة قالت له مش عارف إيه، قالت لها أنت Child Abuse، أنت أنا هتصل على الشرطة أو شيء من هذا. والله واحدة اتصلت تشتكي، يعني كانت مسكينة بتقول أنا عايز أرجع بس عيالي مش راضين يرجعوا. لما عايزة أقول لك حاجة، كلنا في الغرب عارفين حاجة، عيالك مش ليك، عيالك ملك الحكومة. أنا اليوم ابني لو بس أنا بخاف بترعب لما أودي ابني الصغير للتشيك أب، أوكي أخاف إنه بس يقولوا لي ابنك قال كلمة أنا بترعب. يعني إحنا وصلنا مرحلة بنخاف من عيالنا، بنخاف من عمر ابني اللي 5-6 سنوات يقول ماما ضربتني، حتى لو بالمزح العيال بتمزح مثلا قال الكلمة هاي أنا شو موقفي. أوه حياتك صعبة. إحنا واقفين يا رب طلعنا، والله العظيم أوروبا الوضع اللي إحنا فيه، أنا 22 سنة هنا أول مرة أوصل لهذه الكونكلوجن، ما ينفع. ولو قلتولي شهادات علمية، شو حتستفيد من شهادات علمية وابنك كافر؟ في صوماليين كثير تولدوا في الغرب الحدو، في صوماليين بنعرفهم بالسوشيال ميديا وشايفين شو بيعملوا، استووا ترانسجندر، استووا لزبيان، استووا جيز، صوماليين أهاليهم كلهم مسلمين، والعيال شو صار؟ حسبنا الله مش هينفع، ما حتاخد دين ودنيا مع بعض، لازم تختار. اختار بين اثنين، يا دين يا دنيا، اختار. يس، مش هتاخد الزمان قبل 20 سنة لما بدينا نكبر هناك، يس كان ممكن تحافظ على دينك ممكن، لكن الحين الوقت اللي احنا فيه انسى دين اما دنيا، you have to choose, you can't have both. شكرا لك يا اختي الكريمة على هذه المداخلة الطيبة. ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا وربنا يوفقك وترجعوا بالسلامة. جزاك الله خير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.